كلنا بندور على أفضل طريقة نقدر نحمي بيها شبكة الواي فاي بتاعتنا من السرقة. النهاردة أنا جايب لكم طريقة سهلة جدا، والميزة موجودة في أي راوتر، وبكل سهولة هنعرف إزاي بنقدر نفعلها. الطريقة دي هتخلينا نقدر نخفي شبكة الواي فاي بتاعتنا، ويعني أنت اللي هتقدر تتحكم في مين اللي يقدر يتصل بالشبكة بتاعتك. يلا نتابع الشرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد مجدي من قناتي قناة From Zero. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. النهاردة الاثنين، وزي ما احنا اتعودنا كل يوم اثنين بنبدأ ننزل فيديو جديد عن الشبكات. اقوى او افضل طريقة احمي شبكة الواي فاي بتاعتي هو اني اخفي اسم الشبكة. الخاصية دي موجودة في اي راوتر ونقدر نفعلها. انا النهاردة بشرح عن طريق الموبايل، وعشان اسهل للناس تقدر تعمل الخاصية ديت او تفعل الخاصية ديت بكل سهولة من الموبايل. كل اللي انا هعمله هتأكد ان انا متصل بشبكة الواي فاي اللي عاوز افعل عليها الخاصية دي. هطلع فوق واكتب الـ IP بتاع الراوتر 192.168.1. انا هعمل .50 علشان انا محول الراوتر بتاعي الاكسس بوينت. فانت الستاندر بتاع اي راوتر اللي هو .168.1.1، هو ده اللي انت هتكتبه لو انت مش مغير حاجة. هنكتب اليوزر نيم والباسورد بتاع الواي فاي، هتلاقيه في ظهر الراوتر، او لو انت عارفه هيبقى ادمن والباسورد ادمن. هيفتح لك اعدادات الراوتر، هروح على الشمال واختار بيزك علشان افتح اعدادات الوايرلس او الواي فاي بتاعي. بعد ما اخترت بيزك اخترت WLAN، هو كده فتح لي اعدادات الوايرلس بتاعي. كل ما انا هعمله هتأكد وافعل خاصية الهايد برودكاست، واتأكد انها قدامها علامة صح. هي دي الخاصية اللي هتخفي لي الشبكة بتاعتي. عشان افعل الخاصية دي لازم احط في الاعتبار اني لازم اكون عارف ثلاث حاجات زي الباسورد بالظبط. الـ SSID اللي هو اسم الشبكة لازم اكون حافظه كويس جدا وراعي حروف الكابيتال والسمول، ونوع الحماية. اهم حاجة اكون عارف نوع الحماية اللي انا مختارها وعاملها للشبكة بتاعتي. وطبعا زي ما احنا متعودين هنبقى عارفين الوايرلس الباسورد اللي احنا عاملينه. بعد ما فعلنا التلات حاجات ديت هختار من تحت كلمة سبمنت، كده هيفعل لي الميزة اخفاء الشبكة. هروح على الشبكة، هو احنا كده متصلين بيها. انا هبدأ ان انا الغي الشبكة، اعمل ازالة هذه الشبكة علشان نعرف ازاي هنبدأ نتصل بالشبكة دي تاني. كده الشبكة بتاعتنا مش هتبان في البحث بتاع الواي فاي، يعني انا لازم اروح اكتبها يدوي علشان يبدأ ان هو يتصل بها تاني. هنزل تحت هلاقي كلمة اضافة شبكة يدويا، هدوس عليها. بعد ما دوست عليها فتح لي بيقول لي اسم الشبكة ايه ونوع الحماية والباسورد. اسم الشبكة هدخلها زي ما احنا كاتبينها بالظبط، واتفقنا ان احنا نكون مراعين حروف الكابيتال والسمول زي الباسورد بالظبط، كأنك بتكتب باسورد. نوع الحماية هختار نوع الحماية بتاعت الشبكة اللي احنا مفعلينها على الراوتر، وفي الاخر هكتب رمز الدخول اللي هو الباسورد اللي احنا عارفينه. لو حابب ان انت تشوف الباسورد بتاعك هتفعل او تشيل علامة الريموف اللي على العين ديت. ووصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتختاروا all علشان يوصل لكم نوتيفيكيشنز لأي فيديو جديد انا بعمله قبل اي حد تاني. كنت مبسوط جدا ان انا معاكم النهاردة، ما تنسونيش في اللايك والشير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.